بأن الشوط السابع هناك مياس ومشكور، مياس المملوك المبارك بن عبد الله بن سويدان العامري، ومشكور لعوض بن حمد بن بيات الرميثي، فقد أيضا تقرر أن يكون الدخول الجماعي تهانينا والناموس أيضا مشترك ما بين مياس ومشكور. تهانينا لمبارك بن عبد الله بن سويدان العامري وعوض بن حمد بن بيات الرميثي، جميعهم حصلوا على المركز الأول بتوقيت قدرة ب 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. كما نذكر أيضا بالتوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم، هناك بنت المطر صاحبة الشوط الأول بشعار أسياد لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي صاحبة الشوط الأول، صاحبة أيضا التوقيت الأفضل، كسرت حاجز 13 دقيقة لتأتي ب 12 دقيقة 58 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي على هذا الفوز والانتصار مع بنت المطر. كما نذكر أيضا بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم، وأنتم مدعوون للمشاهدة على قناة أبو ظبي الرياضية أو المتابعة في عاصمة الميادين بالعين المجردة في الميدان الغربي. ففي هذه اللحظات ينطلق تاسع أشواط هذا اليوم والجولة الثالثة، يتواصل أحد الزملاء بالوصي والتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل انطلاقات هذا الصباح من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة في انطلاقات سن الثنايا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الجمعة في انطلاقات وبهذا التاريخ الثاني من شهر يناير لعام 2015 في السنة الجديدة الميلادية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تبدأ الجولة الثالثة في مسار وانطلاقات صباحية هذا اليوم، وينطلق هذا الشوط الذي يحمل الانطلاق التاسعة في هذه الصباحية، وننطلق إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وهناك تتواجد مصيحة عبد الله بن الشيبه السبوسي، هو بالمركز الأول وهو بالصدارة. بينما المركز الثاني تتواجد الشاهنية مسعود بن مهير بالصايغ المزروعي، يتواجد بالمركز الثاني ويقدم لنا الشاهنية النقلة إلى ثالث المراكز. تحركت الأميرة وعادل بن محمد بن علي المرزوقي وصل في هذه اللحظات وتحرك على المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل التم وتحرك في هذه اللحظات حليس بن راشد بن حليس الاكتبي واصلا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت سوقة وبنت سوقان راشد بن محمد الخريباني النعيمي واصلا بالمركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هنا الوصول والتحرك من حملولة عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري واصلا على المركز السادس، بينما المركز السابع الشاهنية حمد بن محمد بن علي بن عويمر الدرعي تحرك في هذه اللحظات على المركز السابع، بينما المركز الثامن وصلت بنت سوقان سالم بن محمد بضبيعة الاكتبي قادما على المركز الثامن، بينما المركز التاسع حملولة محمد بن عوض بن سالم الاكتبي، والمركز العاشر نتأخر قليلا لناخذ المركز العاشر في هذه اللحظات واختتام النداء للمراكز العشرة المتقدمة. هناك تتواجد جبارة عبد الله بن سعيد بن مصب بن غليطة الاغفلي هو على المركز العاشر. إذن العودة إلى المقدمة، العودة إلى صدارة هذا الشوط، والمتقدمون والراحلون والمحاربون سكان المقدمة يتواجدون بالمركز الأول هنا بصدارة هذا الشوط. الله 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 الله، من قير من انطلق بالمركز الأول، هناك مصيحة هي بالمركز
المركز الأول وهي بالصدارة غيرت إلى الصدارة عبد الله بن الشيبة بن علي السبوسي بالمركز الأول بالصدارة يتقدم هذه الأسماء ويقدم لنا مصيحة، بينما المركز الثاني بدأ الهجوم والانطلاق من تم الواصلة في هذه اللحظات. وحليس بن راشد بن حليس الاكتبي واصلا بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث الشاهنية مسعود بن مهير بالصايغ المزروعي، بينما المركز الرابع تحركت في هذه اللحظات وانطلقت بن صوغان راشد بن محمد الخريباني النعيمي واصلا على المركز الرابع في هذه الكوكبة التي تتشكل هنا باقترابنا من جسر عبور الفاصل إلى خط النهاية مع المنعطف الأخير، ولكن انطلاقاتنا وتحدياتنا تستمر على أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين ميدان الوثبة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء ننتقل إلى المركز الخامس، ويتواجد هذا الشعار المتقدم في هذه اللحظات، وبنت صوقان سالم بن محمد بضبيعة الاكتبي وصل على المركز الخامس، بينما سادس المراكز الواصلة والمتحركة هملولة محمد بن عوض بن سالم الاكتبي. الله 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 الله، تحدي جميل من انطلاقة هذا الشوط، ولكن الذهيبة تحركت في هذه اللحظات، وخلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري وصل المنصوري في هذه اللحظات وقدم لنا الذهيبة، ولكن الوصول والتحرك هنا في هذه اللحظات إلى المركز الثامن الشاهنية حمد بن محمد بن علي بن عويمر الدرعي. الله يد الدرعي هنا واصلا في هذه اللحظات، وتحرك المجازف، ولكن الوصول من جبارة الواصلة في هذه اللحظات، وعبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الاغفلي، وايضا هملولة عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري، ولكن العودة ما بعد جسر العبور، ما بعد هذا الجسر الجميل الذي تميز بالتحديات، تميز بالانتظار انطلاقات، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى الشاهنية وإلى مصيحة ما زالت بالمركز الأول، ما زالت تتراقص طربا وعشقا وهياما لهذا المركز. الله عبد الله بن الشيبة السبوسي هو بالمركز الأول وهو مقدما لمصيحة في صدارته هذا الشوط، ولكن الشاهنية واصلة على المركز الثاني. مسعود بن مهير بالصايق المزروعي وصل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني، وتقدمت على ثالث المراكز بن صوغان راشد بن محمد الخريباني النعيمي، هو بالمركز الثالث في هذه الكوكبة الثلاثية، ولكن تم واصلة على المركز الرابع، وهي تم واصلة على المركز الرابع في هذه اللحظات. حليس بن راشد بن حليس الاكتبي تقدم في هذه اللحظات وقدم لنا تم على رابع المراكز، بينما المركز الخامس هملولة محمد بن عوض بن سالم الاكتبي تحرك هو على المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما المركز السادس جبارة عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة الاغفلي. الله 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 الله، بدت الحركة وبدا الانطلاق وبدا التنافس في أرضية هذا الميدان بمحاذاة غابات الوثبة، ولكن ما زال ابن الشيبة ما زال بالمركز الأول، ما زال متمسكا في قصن المركز الأول، لياتي بمصيحة مصيحة ما زالت بالمركز الأول، وما زال هذا الاسم متقدما بقيادة عبد الله بن الشيبة
السبوسي بالمركز الأول. الله الله، تحدي جميل منذ انطلاقة هذا الشوط، وهي مصيحة بالمركز الأول. والمركز الثاني تتقدم هناك الشاهنية، مسعود بن محير بالصايغ المزروعي يتواجد بالمركز الثاني في هذه اللحظات الجميلة مع دخولنا إلى الكيلو الأخير، الكيلو الخطير يا مشاهدين يا متابعين. وما زالت مصيحة، ما زالت بالمركز الأول، ما زالت بالصدارة بمقدمة هذا الشوط. وهذا الشعار يرفرف في سماء الإبداع، يرفرف في سماء التميز وفي سماء الوثبة. هناك مقيادة مصيحة، عبد الله بن الشيبة السبوسي، بينما المركز الثاني هناك الشاهنية، مسعود بن محير بالصايق المزروعي والواصلة في هذه اللحظات. الذهيب أول الواصلات في هذا المسار، خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري، ولكن التحرك بدأ من تم حليس بن راشد بن حليس الاجتبي، ولكن العودة إلى مصيحة، مصيحة روحت بالمركز الأول، روحت بالصدارة، روحت بالمقدمة. هناك بقيادة عبد الله بن الشيبة السبوسي، السبوسي روح بالناموس وروح بالانطلاق وروح بالتحدي مع الأمتار القليلة المتبقية من نهاية هذا الشوط. وما زالت مصيحة والعصافة الأبطال، ولكن تحركت بن سوقان راشد بن محمد الخريباني النعيمي، وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. الله الله، مصيحة مصيحة مصيحة، خلاص الناموس مع مصيحة وضع عبد الله بن الشيب السبوسي، ولكن اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس المالك مصيحة عبد الله بن الشيب السبوسي واصلا إلى بر الأمام، بينما المركز الثاني بن سوقان راشد بن محمد الخريباني النعيمي، والمركز الثالث تم حليس بن راشد الحليس الاكتبي. المركز الرابع وصلت كبارة عبد الله بن سعيد بن مصبح بن غليطة، بينما المركز الخامس وصلت هملولة محمد بن عوض بن سالم الاكتبي. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شاهدنا التنافس وشاهدنا مصيحة التي وصلت الى خط النهاية والى بر الامان، معلنة هذا الانتصار ومعلنة هذا الفوز. هنا نشاهد ملخص هذا الشوط الذي انتهى قبل قليل، وشاهدنا مصيحة المملوكة لعبد الله بن الشيبة السبوسي من انطلاقة الفوز والناموس، وصلت الى خط النهاية وهي بالمركز الاول. تهانينا والناموس. 13 دقيقة 15 ثانية، سبعة اجزاء من الثانية، تهانينا. 13 دقيقة 15 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس عبد الله بن الشيب السبوسي، بينما المركز الثاني 13 دقيقة 16 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. هناك بن صغان راشد بن محمد الخريباني النعيمي، والمركز الثالث وصلت هنا بتوقيت وقدر 13 دقيقة 18 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المالك تم حليس بن راشد بن حليس الاكتبي، تهانينا والناموس.